اللي ذاكر زي اللي ما ذاكرش، ده وعد دنيوي عادي. لكن كان في وعد رباني بيقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، ان الله لا يضيع ايه اجر من احسن عمل. يعني اللي ذاكر زي اللي ما ذاكرش، لا طبعا. انت في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي بتزرع، هتجني الثمره بتاعتك امتى؟ هتجنيها في ثالثه ان شاء الله. يعني الثمره اللي انت بتعملها دلوقتي دي انت بتعملها عشان تجنيها في ثالثه. يعني انت بتذاكر دلوقتي وكله بينجح، كله ناجح ومنقول، ناجح ومنقول. طيب وبعدين؟ انا اللي كنت قاعده بذاكر وطلع لي شنب من كتر المذاكره، بقيت شبه البت اللي كانت عامله كده وعامله كده وماشيه مقضياها يا زميلي ويا صاحبي ومش فارق معاها ونجحت زي زيها. طيب هل دي الثمره اللي هي هتجنيها في ثالثه دي الثمره اللي انت هتجنيها؟ لا، هي في النهايه هتطلع انسانه فاشله وانت هتطلع انسانه برضه زيها. طيب مين اللي هينفع نفسه قدام؟ مين؟ انت ولا هي؟ لا هي برضه، صدقيني هي اللي هتنفع. المتعلمين دلوقتي بيشتغلوا ايه؟ حمو بيكا بيشتغل ايه؟ اهو ده شخص جاهل، اللهم الاعتراض يعني. طيب ربنا قال واما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يعني ايه معنى الايه دي؟ يعني الحاجات اللي ملهاش لازمه دي، نجوم التيك توك ونجوم السينما والبت ناسيه المنهج وفرد نفسها ونجحت وبقت الاولى في الهيافه، الاولى في المعصيه. طيب الاولى في المنهج، الاولى فيما ينفع الله او فيما ينفع الناس في الارض. ما هو الانسان ده خليفه الله في الارض، لازم يسيب حاجه نافعه تنفع البشريه فيما بعد. يعني ما بقتش عالم، ما بقتش دكتوره، ما بقتش ممرضه، ما بقتش حاجه بتقدم خدمه للبشريه، دي بتقدم بوابات للمعاصي كده. يلا تعالى ده انا عامله فيديو جامد جدا، تعالى اتفرج عليه. مش موضوع، انا مجرد بس حسيت ان الحاله النفسيه بتاعت بعض الطلبه، يعني كان في مجموعه قبل الكليه كانت الساعه 2، كانت نفسيتهم لحد ما متدمره. فكان لازم الكلمتين دول بس عشان افكرك، انت كنت خارج من ثالثه اعدادي في البيت كانوا بيقولوا لك يا دكتوره فلان، يا باشمهندس فلان. يبقى لازم تكون على قد الثقه دي، لازم يكون عندك علو وهمه. ما تجنيش على احلامهم، هم ما يفهموش حاجه في البيت في الكلام ده، لا ابوك ولا امك يفهموا الكلام ده. هو كل اللي عليهم سيادتك عايز فلوس، رايح مواصلات، عايز لبس، عايز دروس، عايز كتب، خد. لحد ما انت يجي دورك وتقول انا جبت. طب هتجيب ازاي؟ ده اللي هم مستنيين. التفاصيل بقى بتاعتك دي هم ما يعرفوش عنها حاجه، هم مستنيين الثمره في الاخر. عايزين يجنوا الثمره في الاخر. فخلوكم بقى عندكم علو همه كده عشان تجنوا الثمره بدل ما يجنوا عليكم. خلصنا الترم الاول؟ ننسى الترم الاول؟ لا. طب احنا محتاجين ايه من الترم الاول؟ ركز معايا كويس بقى عشان اقول لك احنا محتاجين ايه من الترم الاول غير بعد كلمه ما تنساش الحلم بتاعك اللي انت كنت خارج بيه من ثالثه اعدادي وقلت انا داخل ثانوي عشان احققه. اول حاجه صلوا على النبي. وحدات القياس.